ما يكثر السؤال عنه، وهو كون الإنسان يعجز عن التميمة. التميمة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين، فلينسك عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاه. في رواية: فلينسك، ثم قال: عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شات. وهذا في قول جمهور العلماء على وجه الاستحباب والتأكيد. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة أنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وهذا مما أخذ منه بعض أهل العلم تأكد أخذ منه بعض أهل العلم وجوب العقيقة، والصواب أن ذلك على وجه التأكيد والاستحباب المؤكد لا على وجه الوجوب. لكن هذا كسائر ما يشرع من الواجبات والفرائض، هو منوط بالاستطاعة والقدرة. فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا كان الإنسان في وقت العقيقة عاجز لعدم قدرته المالية، فإنه يكون في هذه الحال غير ملزم، يكون في هذه الحال غير ملزم بهذه السنة، لقول الله تعالى: يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فإذا كان الواقع كما ذكرت الأخت أنه كان عاجزا عن العقيقة وقت الولادة، فإنه لا يلزمها شيء. ثم أن العقيقة في الحقيقة حق على الأب، على والد البنات، وليس على الأم إذا كان الوالد حيا، لأنه هو المنوط به ما يتعلق بالنفقة وسائر الحقوق المالية المتعلقة بالمولود. وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا كان الوالد متوفى فيقوم بذلك أو يقوم بهذا المقام من كان ممن يقوم على الولد يعني المولود ذكر أو أنثى من أهله بعد ذلك.